راح ندخل بالاناليسز الخاصة بالرياكشن توربين. راح نجري التحليلات على نوع من انواع الرياكشن توربين اللي هو الفرانسيس توربين. طبعا ايش نقصد بالاناليسز؟ نقصد بها راح نشوف الفيلوسيتي ترينجل، مثلث السرعة، بالانلت والاوتلت الخاص بالفرانسيس توربين. مثل ما سوينا هذا الشيء سابقا مع الامبلس توربين. طبعا راح نبدي بالمثلث السرعة الخاص بالانلت. ايش يحتوي؟ يحتوي على روتر فيلوسيتي اللي هي اليو 1، اللي شو تمثل لنا؟ هي السرعة الخطية، التانجنشال فيلوسيتي، اللي على من تعتمد؟ تعتمد على الروتيشنال سبيد بالنسبة للروتر، وتعتمد على الراديال ديستنس. فبهالحالة قيمة اليو 1 شو راح تساوي لنا؟ راح تساوي لنا نصف قطر الروتر في السرعة الدورانية بالنسبة للروتر، لأنه نعرف احنا كل خطي شو يساوي لنا؟ يساوي لنا زاوي في نصف القطر. ايضا مثل ما اخذنا بالامبلس توربين موجوده الريلاتيف فيلوسيتي، ايضا هنا راح ناخذ الريلاتيف فيلوسيتي ات ذا انلت اللي هي السرعه النسبيه ما بين الليكويد وما بين الروتر، راح نرمز لها بالرمز في ار 1. اذا صار عندنا يو 1 وفي ار 1، وعندنا ايضا عندنا الفي 1 اللي شو تمثل لنا؟ تمثل لنا سرعه الفلويد. اذا اليو 1 صارت عندنا شنو؟ سرعه الروتر. ال VR1 هي السرعة النسبية ما بين الروتر وما بين الفلويد، وال V1 هي خاصة بالفلويد. ذكرنا سابقا في أحد المحاضرات أنه وظيفة الـ Guide Vanes هو شنو؟ To direct the velocity، توجيه السرعة، توجيه السرعة. فبعد ما نوجه السرعة أو الـ Working Fluid بشكل عام، فبهالحالة راح تصير عندنا الريلاتيف فيلوسيتي اللي هي الفي ار 1 راح تساوي لنا فد زاويه مع الفين انجل. نلاحظ هذه هي الفين، هذه هي الفين او الريشه البليد اللي موجوده على الرانر. الفي ار 1 نشوفها راح تكون على نفس خط نقطه بدايه الدخول الى الرانر، يعني اول نقطة من البليد، هذه هي ال VR1. فالزاوية بيتا 1 عفوا، الزاوية بيتا 1 شو راح تكون؟ هي الزاوية اللي ما بين ال VR1 والتانجنشال فيلوسيتي بالنسبة للروتر، هذه هي ال V1. هذا هو الفيلوسيتي ترينجل ات ذا انلت. هسه راح نشوف الفيلوسيتي ترينجل ات ذا اوتلت. طبعا بالفيلوسيتي ترينجل ات ذا اوتلت ريش الرنر راح يصمم بطريقه بحيث انه الفلويد اللي راح يخرج، مو عندنا احنا في 2، عندنا في 1 اللي هي تمثلنا سرعه الفلويد ات ذا انلت، عندنا الفي 2 اللي هي سرعه الفلويد ات ذا اوتلت. الريشه مع الرنر راح تصمم بطريقه بحيث انه هذا الفلويد راح يخرج بدون مركبه مماسيه، نو تانجنشال كومبوننت، يعني راح تكون مركبه الفلويد اما بشكل راديال، يعني تتجه الى المركز، الى مركز الرانر، او بشكل بيربنديكولار، معناته تنزل بشكل راسي اسفل الرانر. يعني راح تكون شنو هنا بهالحاله؟ راح تكون عموديه على التانجنشال كومبوننت، هذه هي الفي 2. اذا الفي 2 هسه عرفنا انه هذه الفي 2 هي عموديه. اليو 2 شو تمثل لنا؟ التانجنشال فيلوسيتي بالنسبه للروتر لكن عنده الخروج، وايضا عندنا بقت مركبه الفي ار 2 اللي هي ريليتيف فيلوسيتي بتوين فلويد and the runner.
هذه هي في، صارت عندنا هسه V1 U1 VR1، وبالاوتلت صار عندنا V2 U2 VR2. The angle vein اللي هي البيتا 2 بالاكزيت ايش راح يصير بين من وما بين من؟ ما بين الريلاتيف فيلوسيتي وما بين اليو، مثل ما لاحظنا هنا البيتا 1 كانت بين اليو 1 والفي ار 1، البيتا 2 ايضا بين اليو 2 والفي ار 2. هسه عندنا اتجاه تدفق، اتجاه التدفق بالانلت مرنر راح يكون بشكل راديال وتانجنشال، لكن هذا بالانلت، هذا بالانلت، لكن بالاوتلت مركبة التانجنشال راح تختفي، فبالتالي راح تبقى عندنا فقط مركبة الراديال او الاكسيال. فهذا هو عندنا ال velocity triangle at the inlet of the Francis turbine موضح بالشكل 225. نلاحظ هنا ال VW1 اللي هي تمثل لنا ال whirl velocity، وال VF1 تمثل لنا ال flow velocity، وال V1 هي سرعة ال fluid at the inlet. ال alpha1 هي الزاوية ما بين ال VW1 وال V1. نلاحظ هنا ال VF1، ال VF1 هنا شو تمثل لنا؟ تمثل لنا السرعة باتجاه عمودي على التانجنشال دايركشن، هذا هو التانجنشال دايركشن اللي هي هنا ال U1 وال VW1، فبالتالي VF1 راح تكون، راح يكون اتجاهها عمودي على التانجنشال دايركشن، هذا عند الانلت. فبالتالي شنو معناتها؟ معناتها الـ VF1 هي تكون بالراديال دايركشن، يعني تخيلوا هذا هو السنتر، هنا راح يكون السنتر مال رانر، فاتجاه الـ VF1 متجه الى السنتر مال رانر، او بالعكس من السنتر الى الخارج لكن يكون بشكل راديال. بالنسبة لمثلث السرعة بالاوتلت راح نعتبر انه ال V2 هي تساوي لنا ال VF1. ليش؟ لانه ذكرنا احنا بالاوتلت ما عندنا تانجنشال كومبوننت، فبالتالي صارت ال VF2 هي ال V2. ايضا عندنا من الفرضيات الاخرى او خلال تصميم الفرانسيس توربين راح نخلي قيمة ال VF1 اللي هي ال flow velocity at the inlet راح نخليها تساوي ال flow velocity at the outlet. VF1 تساوينا VF2، وبالتالي راح نرمزها بالرمز V sub A. هذا الرمز يدل على انه ال VF1 وال VF2، لان احنا مثل ما ذكرنا انه راح نخليها متساوية، وبالتالي هي ايش راح تمثلنا؟ راح تمثلنا الاكسيال فيلوسيتي at the inlet of the draft tube، يعني معناتها هنا بهالحاله ايش راح تكون؟ راح تنزل بشكل عمودي راسي، يعني تخيلوا بدايه الدرافت تيوب تدخل بي يدخل بي الوركينج فلويد بسرعه باتجاه عمودي، فبالتالي هذه راح تمثل لنا الفلو فيلوسيتي. هسه راح نجي نطبق اويلر اكويجن حتى نجد قيمه الانرجي. هنا الانرجي بير يونت ماس ايش راح تساوي لنا؟ مثل ما اخذنا سابقا بالامبلس توربين راح تساوي في دبليو 1 يو 1 ناقصا في دبليو 2 يو 2. من مثلث السرعه راح نجد انه قيمه الفي دبليو 1 تساوي لنا الفي اف 1 كوتان الفا 1. راح نرجع الى مثلث السرعه هذا، راح نشوف في دبليو 1 في دبليو 1 هذه ايش تساوي لنا؟ تساوي لنا VF1 كوتان الالفا 1. كوتان ايش نقصد بها؟ راح نقصد بها المجاور على الوتر، فبالتالي VF1 كوتان الالفا 1. فايش راح يصير؟ VF1
في VW1 على VF1، فبالتالي راح تختفي قيمة الـ VF1 فراح نجد من عندها قيمة الـ VW1. أيضا راح نحسب الـ U1. الـ U1 هنا ايش راح تساوي لنا؟ الـ U1 ايش راح تساوي لنا؟ راح تساوي لنا VF1 كوتان ألفا 1 ناقصا VF1 كوتان 180 ناقصا بيتا 1. مثلث السرعة هذا وين هي اليو 1؟ اليو 1 من هذه النقطة إلى هذه النقطة، فبالتالي ايش راح تساوي لنا؟ تساوي لنا هذا الشيء مثلنا، قلنا هذا يمثلنا في دبليو 1 عفوا في اف 1، في اف 1 كوتان الفا 1 ناقصا هذا المقدار اللي هو ايش قد يمثلنا هذا المقدار؟ هذا المقدار يمثل لنا في اف 1 كوتان 180 ناقصا بيتا 1. ليش؟ لانه عندنا احنا هذه البيتا 1، هذه هي البيتا 1 تمام. ف في اف 1 كوتان كوتان ال 180 ناقصا بيتا 1 هي هذا المقدار راح يكون، لان هذه هي هذه الزاويه ايش قد؟ هذه الزاويه 180 ناقصا بيتا 1، فراح يصير في في اف 1 كوتان 180 ناقصا البيتا راح نحسب هذا المقدار، فبالتالي راح تطلع قيمة اليو 1 منا إلى هنا. بعد التبسيط راح تكون قيمة اليو 1 تساوي لنا في اف 1 كوتان الفا 1 زائدا كوتان البيتا 1. مثل ما ذكرنا انه الفلويد ما عنده تانجنشال دايركشن، ما عنده بالتانجنشال دايركشن ما عنده كومبوننتس، فبالتالي هنا ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا في دبليو 1 يو عفوا في دبليو 2 يو 2 راح تساوي لنا صفر، فبالتالي راح نجد قيمه هذا ماكسيمم باور ديفلوب راح يكون في دبليو 1 يو 1. في دبليو 1 وجدنا قيمته من معادله 238، واليو 1 وجدنا معادله من وجدنا قيمتها من المعادله 42، راح نعوضها بهذه المعادله ونستخرج قيمه المعادله 242 اللي هي تمثل لنا ماكسيمم باور ديفلوبد. هسه راح نحسب الهيدروليك افشنسي بالنسبه للرياكشن توربين مثل ما اخذنا سابقا، سواء الباور ديفلوب او الهيد ديفلوب على الباور افيلبل او الهيد افيلبل، يعني اما ناخذها بدلاله الباور او ناخذها بدلاله الهيد. فايش راح تساوي لنا؟ راح تساوي لنا الاي سب ام اللي حسبناها اي سب ام على الانرجي افيلبل بير يونت ماس، هذا تمثل لنا الهيدروليك افشنسي. الانرجي افيلبل شو تمثل لنا؟ تمثل الكاينتيك انرجي والبريشر انرجي والبوتنشال انرجي اضافه الى اللوسز. احنا اكيد عندنا لوسز بالاوتلت مال توربين، فبالتالي قيمه الانرجي افيلبل راح تساوي لنا اي اوفر ام انرجي بير يونت ماس زائدا في اف 2 سكوير على 2، لانه احنا ذكرنا شنو الفي اف 2 هنا هي راح تكون خسائر، هذه راح تتجه الى التير ريس، فبالتالي راح تكون كخسائر، فبالتالي راح نحصل على الهيدروليك افشنسي راح تساوي لنا واحدا ناقصا هذا المقدار، واحد ناقصا هذا المقدار، هذا يمثل لنا الهيدروليك افشنسي في حاله انه اهملنا الاحتكاك بالجايد فينز. هسه راح نجد فد اكسبريشن بالنسبه للسبيسيفيك سبيد بالفرانسيس توربين، طبعا هذا هو تعريف السبيسيفيك سبيد مثل ما اخذناه سابقا. هذه هي الباور، هذه هي الباور تمثل لنا الهيدروليك، الهيدروليك شو يساوي الهيدروليك افشنسي، الباور ديفلوب على الافيلبل، فبالتالي صارت قيمه هذه الباور ديفلوب الان سب اس اللي هي سبيسيفيك سبيد، اجينا عوضنا المعادلة 2.9 بالمعادلة 2.7 وصلنا إلى هذا الإكسبريشن. بعدين
نجد قيمة الـ rotational speed شو ساوينا؟ ساوينا 60 U1 على باي D1، عوضنا قيمة الـ U1 وجدناها سابقا وحصلنا المعادلة 2.41. إذن بالنهاية راح يكون التعبير الخاص بالـ specific speed يساوينا المعادلة 2.42. الهيد افيلابل، الهيد افيلابل شو راح يساوينا بهالحالة؟ راح يساوينا energy per unit mass زائد VF2 سكوير على 2. راح نجي نعوض الانرجي بير يونت ماس اللي وجدناها سابقا، هذه المعادلة اللي هي هذه، هذه انرجي بير يونت ماس، عوضناها حتى نوصل الى هذا الاكسبريشن اللي هو معادلة 2.44. بالتبسيط نصل الى المعادلة 2.45. فبالتالي نعوض هذه الاتش بالسبيسيفيك سبيد راح نوصل الى المعادلة 2.46. هذه هي المعادلة 2.46 اللي هي تمثلنا سبيسيفيك سبيد بدلالة الـ outlet guide vane angle والـ inlet angle of the rotor اللي هي الـ alpha 1 والـ beta 1. قيمة الـ alpha 1 والـ beta 1 بطبيعة الحال تتراوح، بالنسبة للـ alpha 1 تتراوح ما بين 10 إلى 40 درجة، والـ beta 1 تتراوح ما بين 45 إلى 120 درجة. النسبة ما بين عرض عرض الرنر والدياميتر الخاص به راح يكون يساوينا بي على دي، يساوينا 1/20 إلى 2/3. البي يمثل لنا عرض الرنر والدي هو الدياميتر الخاص بالرنر. فبالتالي راح يكون قيمته من 1/20 تتراوح ما بين 1/20 إلى 2/3. بعد ما نطبق هذه القيم راح تكون بهالحالة قيمة الـ specific speed بالـ reaction turbine راح تتراوح ما بين 40 إلى 500. إذا زيدنا قيمة الـ specific speed أكثر من 500 بهالحالة شو راح يصير؟ قيمة الـ H هنا راح تقل، لأنه احنا نعرف أنه الـ specific speed تتناسب عكسيا مع الـ head. فبالتالي احنا التوربو ماشين وهي من ضمنها الرنر او التورباين عفوا بشكل عام، التوربو ماشين اللي هي من ضمنها التورباين تحتاج الى سبيسيفيك سبيد عالية. بما انه السبيسيفيك سبيد عالية معناتها الهيد قليل، معناتها الفلو راح يكون عالي، لانه احنا نعرف انه الهيد والفلوريت راح ايضا علاقه بيناتهم عكسيه، يعني مثل ما لاحظنا بالامبلس توربين يحتاج الى هيد عالي وفلو قليل، وبالرياكشن توربين راح يحتاج هيد منخفض نسبيا وفلو عالي. فبالتالي هنا بهالحاله هاي الانواع من التوربينات راح تكون قادره على يعني التعامل مع كميات اكبر من الفلو بوجود الهيد القليل، وراح نحصل على سبيسيفيك سبيد عالية. فبالتالي حتى نصل الى هذه المتطلبات شكل الريش الخاصة بالرنر لازم نغيرها بحيث تلبينا هذه المتطلبات، و ايضا نوع الرنر ممكن انه نغيره حتى نصل الى هذه المتطلبات. فبالتالي فور ماكسيمم فلو حتى نحصل على اعلى تدفق للرنر هالحاله لازم تكون الفلو فيلوسيتي لازم تكون بشكل اكسيال، يعني الفلو فيلوسيتي يعني راح تكون موازيه الى محور الدوران، يعني راح تكون كأنه موازية إلى الشفت. شلون نقدر نحصل على هذا؟ نحصل على هذا الأكسير فلو توربين من خلال الكابلن توربين، الكابلن توربين اللي هو نوع من أنواع الرياكشن توربين.